وينضم الينا مشاهدينا الكرام في الاستوديو من واشنطن مدير مكتب مفوضيه الانتخابات صفاء الغزالي. سيد الغزالي، مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم. ومتى ستباشرون سيد الغزالي العمل في مكاتبكم هنا، وهل اخترتم مكان المكتب حتى الان؟ فقط لنزود هنا المواطنين بالمعلومه المهمه. اهلا وسهلا سيد زين، مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. نعمل حاليا على فتح مكتب انتخابات أمريكا، نعم، والوصول إلى كل الناخبين العراقيين المتواجدين في الأراضي الولايات المتحدة الأمريكية. حرصت المفوضية على مشاركة جميع العراقيين، كما في الداخل على مشاركة العراقيين في الخارج. ومن ضمن الدول التي ستجري فيها الانتخابات في الخارج هي الولايات المتحدة الأمريكية. سنعمل على أنه نشر مراكز الاقتراع والمحطات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناخبين. طيب، ما هي المدن الأمريكية التي يستعملون على فتح مكاتب فيها للتصويت سيد الغزالي؟ في الانتخابات السابقة فتحت في عام 2014 تم فتح 9 مراكز. حاليا نعمل على مضاعفة هذا العدد للوصول إلى أكبر عدد من العراقيين، إضافة لأنه الأبواب مفتوحة لغرض تحديد مراكز الاقتراع والمحطات وفقا للأماكن والولايات التي يتواجد فيها العراقيين. نعم، طيب ما هي المستمسكات المطلوبة من الناخب العراقي لكي يتمكن من الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات؟ هناك نوعين من المستمسكات المطلوبة من كل ناخب عراقي يرغب بالمشاركة بالعملية الانتخابية، تصنف إلى وثائق أساسية ووثائق ساندة. الوثائق الأساسية هي 7 وثائق: البطاقة الوطنية الموحدة، جواز السفر، هوية الأحوال المدنية، شهادة الجنسية، دفتر النفوس لعام 57، بطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية التي تحتوي على صورة، وإجازة السوق العراقية. أما الوثائق الساندة فهي بطاقة الناخب الإلكترونية التي لا تحتوي على صورة، البطاقة التموينية، بطاقة السكن، استمارة التسجيل الإلكترونية لناخبي الخارج. هذا فضلا عن الوثائق الأجنبية الساندة التي تصدر من الهيئات الدولية ومن الدول التي يتواجد فيها العراقيين. نعم. يعني بإمكان كل ناخب يحمل وثيقة أساسية ووثيقة ثانية ساندة المشاركة في العملية الانتخابية، بغض النظر هل لديه بطاقة ناخب أم لا. آلية التصويت هنا كيف ستكون؟ يعني هل ستكون إلكترونية أم عادية من هذه الطرق بالأوراق؟ ستجري عملية التصويت وفقا للسياق المعمول به في عام 2014 باستخدام ورقة الاقتراع واستخدام الصندوق الاعتيادي، لكن الميزة في هذه الانتخابات أنه ستكون عملية العد والفرز إلكترونية وفق أجهزة مصممة ومخصصة لأوراق الاقتراع لانتخابات العراقية. بالتالي ستكون هناك سرعة في إعلان النتائج وصدور التقارير سواء كانت للأحزاب وللناخبين. طيب، فترة التصويت هنا سيد الغزالي، ما هي فترة التصويت وأيضا الساعات التي سيتمكن فيها الناخبين هنا من القدوم للإدلاء بأصواتهم؟ سيكون التصويت في الخارج على مدى يومين، يوم 10 و11/5، ومن الساعة 7 صباحا وحتى 6 مساء، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العراقيين للمشاركة في هذه الانتخابات. طيب، ما الذي سيكون عليه هنا موقف المفوضية من الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم الانتخابية؟ كل عراقي موجود في الخارج سيتمكن من التصويت بمجرد أن يمتلك وثيقة أساسية ووثيقة ساندة، البطاقة الانتخابية البايومترية إذا كانت تحمل صورة نعتمدها كوثيقة أساسية، وإذا كانت لا تحمل صورة ستكون وثيقة ساندة. يعني أنه كل ناخب لديه وثيقتين أساسية وساندة سيتمكن من الانتخاب بغض النظر عن لديه بطاقة انتخابية أم لا. نعم، كنت معنا من مدير مكتب مفوضية الانتخابات في واشنطن السيد صفاء الغزالي. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك.